ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਲੇ ਬਣੇ ਵਮਾ ਅਦਰਾਕਾ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਲੈਲਤੁਲ ਕਦਰ ਖੈਰੁਨ ਮਿਨ ਅਲਫ ਸ਼ਹਰ ਤਨਜ਼ਲ ਮਲਾ بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم الصلوات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت فاطمة عنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني زوفا فقلت أعيذك بالله يا أبتا من الزوف فقال يا فاطمة اتيني بالكساء اليماني فغطيني بي فأتيت بالكساء اليماني فغطيت بي وسرت انظر إليه وإذا وجهه يطلع له كان البدر في ليلة التمام وكما أولي فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم نجدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذنني أن أدخل ما قطعت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب حوزي حدثت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختار الله أتعذر لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب الصلوات وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة خيبة بن عم رسول الله فقلت نعم ما ولديك تحت الكساء فأقبل لي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله يا تعزم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بلاطي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بدر في الكساء ومن أبي أدل هنا إلى الصفار وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لمي ودمهم لم يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن صدموا وعدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك أجمع عليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله عز وجل
جل يا وملائكاته يا سلطان السماوات من اطلق السماء مبنية ولا ارض مرحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم اهل بيت النبوة ومعظم الرسالة هم فاطمة وابوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب اتظن لي ان عبد الارض يكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد اذنت لك. فقتل امين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الاعلى. يقرأ السلام ويخشك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. قد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا لغي مافل من مافل على الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه الصلاة والسلام إذا ما الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مافل من مافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج اللهم ولا مرموم إلا وكشف اللهم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه الصلاة والسلام إذا ما الله يفوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة والصلوات.